السلام عليكم، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله هنبدأ المحاضرة حالا، هنكمل جزء البحث العلمي اللي إحنا خدناه المحاضرة اللي فاتت. أشكرك يا باشمهندس محمود، أشكركم يا باشمهندسين، أشكركم جميعا. إحنا كنا خدنا المحاضرات اللي فاتت، أو المحاضرة رقم 11، كنا أخدنا السي في وايه البيانات اللي انا المفروض اكتبها داخل السي في، واخدنا فرق ما بين السي في والريزيوم، واخدنا البرزنتيشن. النهارده هناخد فيه حاجه اسمها بروجكت بروبوزال، اللي هو لو عايز ابعت، هي حاجه خاصه باداره المشاريع، الناس اللي بتقدم مشاريع او بتقدم اقتراح مشروع، فنعمله ازاي. تمام. بداية كده هنعرف مقدمة عن بروبوزل، وهنعرف يعني ايه بروجكت بروبوزل، اللي هو يعني ايه انا قد اقدم اقتراح مشروع، وازاي اجهز للمشروع دي، والاستراكشر بتاعته، والخطوات العامة بتاعته، والاستنتاج. اول حاجة عايزين نعرف بروجكت لايف سايكل، اللي هو دورة حياة المشروع. أول حاجة لأي مشروع، قبل ما أبدأ أي مشروع، لازم أوجد ممول، لازم أدور على ممول، سواء الممول ده كان هيمولني بأيا كان نوع الممول، سواء هيمولني بأدوات، هيمولني بمبالغ مالية، هيمولني بكذا. فمش شرط إن هو يمولني بمبالغ مالية بس، لأ، التمويل ليه كذا جهة وكذا شكل. فأول حاجة بدور على التمويل، بعد كده بحاول أطور من الاقتراح اللي أنا هقدمه، بحاول أعمل ديفلوب للبروبوزل، اللي هو لو عايز أطور من الاقتراح ده، بعد كده برسل الاقتراح ده. تمام. بعد ما برسله، بعد كده سيت أب بروجكت، إن أنا أبتدي أقيم المشروع، أو أبتدي أبدأ في المشروع، أعمل ستارت للمشروع بتاعي. بعد كده بعمل مانج للبروجكت، لو عايز اعمل، لو عايز يعني ادير المشروع، اديره ازاي، والخطوات الثابته اللي همشي عليها والكلام ده. في الاخر بعمل كلوز اوت للمشروع بتاعي، بقفل المشروع بتاعي. دي دوره حياه المشروع. يبقى اول حاجه ايجاد ممولين، بعد كده بطور من الاقتراح اللي عندي، بعد كده بعمل ارسال للاقتراح، بعد كده بداية المشروع أو إنشاء المشروع، بعد كده إدارة المشروع، بعد كده إنهاء المشروع. طيب، أنا عندي اتنين إليمنت علشان أعمل ديزاين للمشروع. أول حاجة بعمل بلاننج، اللي هو تخطيط، أول حاجة بخطط، بعد كده بعمل اقتراح، اللي هو بحول الخطة بتاعتي لمستند مشروع. بحول الخطة بتاعتي بروبوزل رايتنج كونفيرتنج ذا بلان انتو ا بروجكت دوكيمنت، ان انا بحول البلان او الخطة اللي انا عايز اعملها لمستند مشروع. الحاجة اللي في دماغي اللي انا بفكر بيها بحولها لحاجة كتابية. تمام. طب ايه هو الاقتراح، او ايه هو معناه؟ معناه ان هو از ا ديتيل description of a series of activities aimed at solving a certain problem. ايه معنى الكلام ده؟ ان هي بيديني تفاصيل لوصف الانشطه، او الانشطه او اهداف الانشطه، تمام، اللي انا بعملها. او مثلا بيديني ان انا مثلا عايز اعمل مشروع معين، ايا كان المشروع ده، فانا بعمل حاجه اسمها project proposal، اللي هو بعمل اقتراح للمشروع ده. انا هبتدي امتى، وهنهي المشروع امتى، والادوات اللي هستعملها في المشروع، والمشروع ده هيستهدف اي فئة بالظبط، الفئة المستهدفة في المشروع، وهكذا. او ايه الاهداف اللي انا ممكن احققها من المشروع ده، بحقق ايه من الاهداف اللي انا حطيتها داخل المشروع. تمام. في الحالة دي انا مثلا بعمل زي مستند، المستند ده بقدمه للسبونسر علشان هم تمام. بعمل مستند بكتب فيه كل حاجة خاصة بالمشروع،
هبتدي امتى وانهي امتى والادوات اللي هستعملها وهحتاج لايه، والملف ده ببعته للسبونسر علشان يجراه. وفي نفس الوقت السبونسر لازم يكون عارف ايه الاهداف اللي انت ممكن توصلها من المشروع ده، ممكن توصل لايه، فلازم اكون كاتب ده كله في الدوكيمنت اللي عندي. طيب اول حاجه لازم علشان اعمل اقتراح يكون ناجح، لازم ان انا اعمل افكار تكون واضحه، الفكره لازم تكون واضحه، تمام. لازم اعمل علاقه، يعني اربط الافكار دي باحداث الماضي، بمعنى ان انا لو بقدم اقتراح لو حصلت مشكله حل المشكله دي ايه، يعني بقدم مشكله وحلها، تمام. ووضح برضو الأنشطة اللي أنا هعملها داخل الاقتراح ده، أو الأنشطة اللي أنا هتتم معايا داخل المشروع، وفي نفس الوقت إيه أهداف المشروع. فالحاجات دي كلها لازم تكون واضحة، يعني السبونسر هيستفاد إيه لما هو يجي يمولك بالمشروع ده، إيه الاستفادة اللي هو هتعود عليه من تمويله للمشروع بتاعك، فهو لازم هيستفاد بحاجات، فلازم توضح له كل الحاجات دي. زي ما قلنا في الاول، هبدا في ان انا اعمل بريبير التجهيز لبدايه المشروع، تمام. الرؤيه بتاعتي، رؤيه الاقتراح، بقرر اول حاجه ايه المشكله، وبرضو ازاي اطور من رؤيه الافكار اللي عندي، ولو عندي مشكله ازاي احلها. تاني حاجة أنا ممكن، يعني بمعنى صح، لما يجي حد يمولني إيه هستفاد؟ هستفاد بإيه؟ الفائدة اللي هتعود عليه، تمام؟ بعد كده أنا ببني تيم قوي، تيم للبروجكت للمشروع بتاعي، لازم أبني التيم. ابتدي أعمل اجتماعات ميتنج. آخر حاجة بكتب البروبوزل اللي هو ابتدي أكتب الاقتراح بتاعي. ابتدي اكتب الاقتراح بتاعي. طيب الاستراكشر بتاع الاقتراح، اول حاجه عندي في حاجه اسمها التايتل بيج، صفحه العنوان، ابستراكت اللي هي نبذه مختصره، البروجكت باك جراوند خلفيه المشروع، البروبلم ستيتمنت حاله المشكله، بعد كده الجول اند اوبجكتيف اللي هو الاهداف، بعد كده الطرق اللي همشي عليها، بعد كده البادجت، بعد كده المونترنج، بعد كده في حاجة اسمها انكس. دول العشر حاجات، في حاجات ممكن استغنى عنها على فكرة، انا اعرف بعد كده ايه الحاجات اللي انا ممكن استغنى عنها. اول حاجة عندي التايتل بيج، صفحة العنوان، طبعا بيكون فيها عنوان المشروع، بحط فيها برضو ان اسم المنظمة واللوجو بتاع المنظمة، بعد كده مكان وتاريخ بداية المشروع، بحط برضو فيها اسماء السبونسر اللي عندي، سواء كان سبونسر شخص او مكان. يبقى علشان اقدم اقتراح لمشروع، اول حاجة عندي التايتل بيج، صفحة العنوان، تمام. لازم يكون اول حاجة العنوان بتاع المشروع، بعد كده اسم واللوجو بتاع المنظمة، بعد كده مكان وتاريخ تجهيز المشروع، بعد كده هكتب اسم السبونسر اللي هو بيمول لي المشروع بتاعي. بعد كده ابستراكت اللي هو نبذه مختصره. ليه هي مهمه؟ دي اول حاجه، اول حاجه من بعد صفحه العنوان الناس بتقراها، لازم اكتب نبذه مختصره عن المشروع اللي انا بقدمه، تمام. واحيانا بيكون ان هو احيانا ممكن يكون ده الجزء الوحيد اللي بيجروه في الاقتراح اللي انت بتقدمه، احيانا بيكون الجزء الوحيد اللي هو السبونسر بيجراه،
وبرضه ممكن يكون من خلال السبونسر يستطيع هو يعمل كوميونيكيت تو اذر، يتواصل معاك عن طريقها. يعني ابستراكت، انا ممكن اقدم ابستراكت نبذه مختصره على المشروع بتاعي، هعمل ايه فيه وادواته وهبدا امتى وانتهي امتى، دي نبذه مختصره عنه. تمام، من خلال النبذه المختصره هتوصل وجهه نظرك ل او هتوصل فكرتك للسبونسر اللي عايزه يمولك. تمام، يبقى اول حاجه بعد صفحه العنوان بتكون الابستراكت، نبذه مختصره عن المشروع. بعد كده تحتوي على ايه؟ اول حاجه انت عايز تعمل ايه، هتعمله فين، وليه هتعمله، والمده اللي انت هتعمل فيها المشروع بتاعك. ده محتويات الابستراكت. طيب لما اجي اكتب الابستراكت، لما اجي اكتبها لازم اكتبها تكون على الاقل ما تكونش كتيره، تكون قليله، وفي نفس الوقت لازم اكون مهتم بكتابتها، وما اخدش الحاجه كوبي بيست، ما اخدهاش كوبي بيست. تمام، بعد كده البروجكت باك جراوند، خلفيه المشروع، دي بتصف الايه، الخلفيه السوشيال، الاجتماعيه، الايكونوميك، الاقتصاديه، والبوليتيكال اللي هو السياسيه، والكلتشر اللي هو الثقافيه. يبقى بتصف الخلفيه الاجتماعيه والاقتصاديه والسياسيه والثقافيه الخاصه بالمشروع. ليه هي مهمه؟ انا كده خلصت بالنسبه للبروجكت باك جراوند. هخش على البروبلم ستيتمنت. هي ليه مهمه؟ علشان بتوصل حتى لو السبونسر يعني مشافش ان في مشكله، بس في نفس الوقت هو ممكن بسبب حاجه زي كده ممكن ما يوافقش عليك او يوافق ان هو يدفع لك عشان خاطر المشروع. لازم يكون في مشكله حقيقيه، يعني مشكله ممكن تواجهك في النص، والمخرج منها ازاي، هتطلع منها ازاي. تمام، اي مشكله بتحصل لازم يكون لها حل، مفيش مشكله ملهاش حل. فلازم اكون عامل حل مناسب للمشكله دي. تمام، تحتوي على ايه، بتصف حجم المشكله والاسباب المباشره والغير مباشره للمشكله، التأثيرات بتاعت المشكلة، وهي هتأثر ازاي على الناس. زي ما قلنا، انا بصف المشكلة بتاعتي وحجم المشكلة والاسباب المباشرة والغير مباشرة والتأثيرات بتاعت المشكلة وازاي هتأثر على الناس، وبرضو بصف الحلول، يعني ايه الحل ممكن اطلع منه. بعد كده عندي الأهداف، بتصف عندي أهدافي على المدى الطويل، يعني أنا عايز أحقق 1 2 3 4، ولازم أكتب فيها الأهداف اللي أنا عايز أوصلها خلال المشروع. Specific Objective، دي بتصف أهداف المشروع. تمام، وإزاي نرد على المشكلة وإزاي حل المشكلة والكلام ده. تمام، برضو الاوبجكتيف لازم تكون سمارت. سمارت اس، ايه معنى الاس؟ الاس اللي هو سبيسيفيك. سبيسيفيك دي لازم ان انا اجاب الاحتياجات بتاعتي، انا اشوف احتياجاتي ايه بالظبط. بعد كده لازم تكون حقيقيه اللي هو الام. بعد كده الاي اللي هو اكسبتابل، اللي هي لازم يبقى فيه حلول للمشكله دي، حلول حقيقيه. التايملي اللي هو الوقت، يعني انا هنهي المشروع ده امتى بالظبط. زي ما قلنا كده، الاس والام والاي والتي.
الميثودولوجي دي بتوضح أهداف اللي أنا هوصل لها، الأهداف اللي أنا هوصل لها. أنا زي ما قلنا إن في حاجات كتيرة ممكن ما أكتبهاش، في حاجات كتيرة من ال 11 دي ممكن ما أكتبهاش، تلاقي أغلب الحاجات مكررة. تمام؟ بس بتتحط مجرد إن هي بس زيادات. الاكتيفيتي بلان دي لازم إن هي تتضمن المعلومات والشروحات الخاصة بالأنشطة وأهداف المشاريع، مصادر البلان دي لازم أمدها بالمصادر، لازم يكون في مصادر عشان المصادر عندي ضرورية. أشوف أنا مثلا البلان بتاعتي أنا مفيش حد مثلا لما يجي يعمل أي حاجة يكتب بحث يعمل بلان الكلام ده ما يروحش، مش بيروح على مصادر، لازم في مصادر برجع ليها، لازم أدور، لازم أشوف أنا عايز إيه بالظبط. تمام؟ وعلى أساس المصادر ابتدي انا اكتب باسلوبي الخاص. بحط فيها حاجه اسمها التايم بلان، وقت البلان يعني معناها ان انا مثلا هبدا مع المشروع يوم 20/2 مثلا، يوم 25 هجيب الادوات بتاعتي، يوم 30 هعمل كذا، وهكذا لحد نهايه اخر يوم عندي. في النص ايه الأنشطة اللي ممكن أعملها والكلام ده، ايه الأهداف اللي أنا هوصل لها برضو، ده كله بعمله في التايم بلان. التايم بلان دي برضو حاجة خاصة بال بادجت بتاع المشروع، بوضح اللي هو الاكشن بلان، لازم يكون عندي اكشن بلان. في نفس الوقت لازم اكون حريص على متطلبات الاسبونسر، و يعني مثلا انا لما اقدم المشروع ده او خطة البلان دي للاسبونسر، الاسبونسر يعني هيمدني ازاي وانا مش هحقق له اللي هو عايزه. بمعنى الاسبونسر ايه اللي استفاد، هو هيمدك ب100,000، طب هو هيستفاد ايه؟ يعني هو هيمدك فاهم ب100,000، هيستفاد ايه من ورا ال100,000 دول؟ لازم يعرف ان هو هيستفاد 1 2 3 الاستفادات بتاعته، هل المشروع هينجحه ولا مش هينجحه. هما بيبصوا الحاجات دي قبل ما انا لان في سبونسر كتير بيقدموا لهم مشاريع كذا حد، فبيقبلوا مين؟ اللي بيكون خططه واضحه، أهداف المستقبلية بتكون واضحة، اللي هيحقق الأهداف أو احتياجاته هو، المتطلبات اللي هو عايزها برضو يعملها له. بس برضو يعني مش معنى متطلبات الاسبونسر يبقى لا، يعني لو قال لي يمين يمين شمال شمال أعمل زي ما هو عايز، لا، كل حاجة على حسب، في حاجة أقدر أعملها وفي حاجات ما أقدرش أعملها. تمام؟ وفي نفس الوقت أكون موضح هو على المدى البعيد هيستفاد ايه. تمام؟ كنت بص على المونترنج برضو والسستانابيليتي، دي بيكون فيها التكنيكال سستانابيليتي والسوشيال، فيها الجزء اللي هو المالي يعني يكون ماشي ازاي. تمام؟ برضو مهم عشان خاطر بس الاسبونسر يتأكد ان هو مش هيخسر. تمام؟ ان الفلوس اللي هحطها تروح في مشروع فعلا هادف ومستهدف. اما اخر حاجه النكس اللي هو بحط فيها الصور والخطابات والحاله الماليه والمابس الخرائط وهكذا. ده الطريقه الوحيده اللي انا بقدم بيها المشروع بتاعي، او الطريقه الوحيده اللي بتخلي السبونسر يوافق او يرفض المشروع بتاعي، اللي هو ايه؟ بروبوزل، اللي هو الاقتراح. بكتب اقتراح لما يكون عندي فكره مشروع. تمام؟ بتبع الحاجات دي بالنسبه باك جراوند خلفيه، بعد كده بروبلم اللي هي المشكله، بعد كده السوليوشن اللي هو حل المشكله، بعد كده السستان ابيليتي اللي هي السنه الماليه عندي. اللوجيك تشيك ليست، ما سيبش المشكلة بدون حل،
يعني أي مشكلة بتم بعرضها لازم يبقى ليها حل، تمام؟ زي ما قلنا الأهداف والأنشطة اللي أنا عاملها داخل المشروع بتاعي. اللغة اللي أنا بخاطب بيها الناس أو اللي بخاطب بيها السبونسر لازم تكون سيمبل بسيطة، لازم تكون الجمل بتاعتها مستقبلية، لازم تكون صادقة، أتجنب الأخطاء الإملائية، لازم أتجنب الأخطاء الإملائية. برضو لازم يعني أتأكد إن أنا أحط الـ organization logo في الـ first page اللي هو اللوجو بتاع المنظمة في أول صفحة. الهيدر والفوتر برضو لازم أحاول أستخدم على قد ما أقدر هيدر وفوتر، رأس وتزيل. التايتل العنوان نفسه لازم يكون حاجة كده واضحة. أضيف برضو التيبل اوف كونتنت، جدول المحتويات. بعد كده اللي هو أحاول أنهي بعنوان يكون جذاب لي. ده بالنسبة للبروبوزال. تمام. ناس ركز معايا، أنا دلوقتي عايز أكتب مرجع للكتاب ده قبل ما أدخل على، أنا كده خلصت اللي هو المحاضرة التالتة اللي هو الاقتراح بتاعت مشاريع. دلوقتي هنبص على جزء جديد اللي هو إزاي أكتب الريفرنسز. أنا عندي دي العنوان بتاع الكتاب، ده عنوان الكتاب اللي تحته النسخة، إصدار نفسه، الإصدار السادس والإصدار الكام. هنا مؤلفين الكتاب، ده مؤلف الكتاب وده برضو مؤلف الكتاب، تمام. هنا لو جيت بصيت بيقول لي ايه، هنا بيقول لي ان اول مرة اتنشرت كانت سنة 66، بعد كده النسخة التانية كانت 75، التالتة 78، الرابعة 98، الفيفث اللي هي الخامسة 2005، النسخة السادسة كانت سنة 2010. هنا في علامة حرف السي داخل دايرة دي اللي هو الكوبي رايت، يعني معناها ان اخر نسخة نزلت كانت سنة كام واتنشرت سنة 2010. مين اللي نشرها؟ بواسطة، مديك الاسم هنا، وده اسماء اللي هم نشروا الكتاب، مؤلفين الكتاب، تمام. دار النشر شايفين هنا مكتوب ايه، printed in the United States، يبقى تم نشرها في الولايات المتحدة. لو جينا بصينا عن هنا، اي كتاب لازم يكون فيه حاجه اسمها list of content، جدول محتويات زي كده. وعرفنا ازاي نعمل جدول المحتويات. ممكن اضيف حاجه اسمها list of symbol، لو في رموز، لو بكتب بعمل كتاب رياضي. طيب لو جينا بصينا هنا برضو، ده اسم الكتاب اهو اللي هو التربو ماشين ديزاين اند ثيوري، دول الاثنين اللي تحت دول مؤلفين الكتاب. الكوبي رايت هنا 2003، سنة النشر بتاعت الكتاب كانت 2003، بسيط، اللي نشرها واحد اسمه مارشيل، تمام. لو جيت برضو بسيط هنا، في حاجة اسمها الكوبي رايت سنة 2003 بسيط، واحد اسمه مارشيل، يبقى اتنشرت سنة 2003 بواسطة مارشيل. الـ current printing أو الـ هقول لك الـ printed in United States. طيب. برضو مكتبة هنا، ده اسم مكتبة نشرت الكتاب، تمام. ايه تاني؟ ماشي. لو بصيت هنا برضو نفس الحكاية، اسم الكتاب، النسخة التانية second edition،
وهنا دار اللي نشر الكتاب. تمام، لو جينا كبرنا شوية اهو، الكوبي رايت اللي هو السنة اللي اتنشر فيها الكتاب سنة 84 و95، الفيرست اديشن كانت 84 والسكند اديشن كانت 95. هذه مكتبة نشر الكتاب، وده شرح عن المكتبة. الكونتنت زي ما قلنا جدول المحتويات اهو، التيبل اوف كونتنت. في النهاية خالص دي المراجع، بيديك اول حاجة اسم صاحب الكتاب او اللي عمل الكتاب وسنة النشر، وبعد كده اسم الكتاب، يبقى أول حاجة اسم المؤلف وسنة النشر، بعد كده اسم الكتاب، بعد كده النسخة التانية والكام، بعد كده دار النشر، اسم أهو اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، ودار النشر. برضو هنا أهو اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب. تمام، وهنا دار النشر. دي الطريقة اللي بكتب بيها المراجع. برضو احنا قلنا ان ده برنامج اسمه مندلي. ايه هو استخدام مندلي؟ ده برنامج لسطح المكتب وشبكة الانترنت لإدارة وتبادل الأوراق البحثية مع اكتشاف البيانات البحثية والتعاون عبر الانترنت. ده برنامج أصلا خاص بالأبحاث العلمية. تمام، يجمع بين خاصيتين أساسيتين، التعامل مع ملفات PDF وتنظيم وإدارة المراجع البحثية. متوفر لمختلف أنظمة التشغيل من ويندوز، ماك، ولينكس. أول مرة تم إنشاؤه سنة 2013 على أجهزة الآيفون والآيباد. يوفر للمستعملين خدمة سحابية حوالي 2 جيجا بايت للتخزين وحفظ جميع البيانات الأساسية من مراجع وملفات عند التسجيل في الموقع الرسمي. أنا نزلته أهو، بعد ما بنزله بنسطبه أهو مع بعض. أنا نزلت نسخة غلط. أدوس نكست. I agree. المكان نفسه ما أخليه نكست. انستول. فكده بتسطب معايا المندلي. ده هي خاص بالابحاث العلميه، خاص بالابحاث العلميه. هنعرف نستخدمه ازاي ان شاء الله، هنشرحه مع بدايه المحاضره الجايه. بتسطب معايا اهو، دوست فينش. تمام، ده بداية المندلي عندي. بس لازم الأول بسجل على الموقع بتاعه بإيميل وباسورد. تمام، أنا خلاص عملت داونلود لي، هدوس هنا على حاجة اسمها ساين إن.
بسجل هنا مثلا الايميل وادوس كونتينيو، وبعد كده بكتب الباسورد بتاعي، الايميل والباسورد اللي انا كتبتهم هنا باجي احطهم هنا في المندلي، هيفتح معايا المندل. هوريكم شكله ازاي لما يفتح. ده شكل المندل من الداخل، دي كلها ملفات انا ممكن احطها نعرف ازاي نستخدمها كلها. ده برضو شكله من الداخل اهو. هو خاص بحط فيه المراجع العلمية بتاعتي، المراجع العلمية اهي الريفرنسز. انا اول ما بسطب بالمندلي واول ما افتحه عندي، اول ما افتحه على طول في الرس هلاقي ضافت معايا حاجه اسمها المندلي، بس بعد ما سطبه ادخل عليه الاول. بعد ما بدخل عليه اروح على الوورد، هلاقيه معايا موجود معايا هنا في قائمه السيتيشن، هلاقيه موجود معايا في قائمه السيتيشن. ده بالنسبه للمندلي، بالنسبه للمندلي. تمام. تمام. هناخد برضو حاجة النهاردة تاني اسمها دمج المراسلات اللي خدناها تبع قائمة الميلينج، هنشرحها عن طريق تطبيق تاني، نعرف ازاي ندمج المراسلات. هنا تظهر لي الصورة، هنا البوزيشن بتاعه، وهنا القسم، هنا الاي دي، هنا رقم التليفون، هنا الزمرة بتاعت الدم اهي. تمام. انا بعمل قائمة زي دي الاول، وبعد كده بروح على الوورد مثلا اعمل شكل زي دي. ونعرف ازاي نعمله. بس الاول انا هستأذن الناس، هناخد بس ريست صلاة المغرب وبعد كده هنرجع نكمل تاني. تمام. هناخد ريست صلاة المغرب وهنرجع على الساعة 6 إلا 5، هنرجع على الساعة 6 إلا 5. تمام. الناس موجودة معايا؟ تمام. هكمل. كنت عملت انا على الاكسل زي بيانات زي كده، دخلت فيها الاسم والبوزيشن والديبارتمنت والكود والموبايل والبلود تايب، لو الاسم والمكانة والقسم والكود والموبايل. تمام. ونوع فصيلة الدم. هاجي عند الفوتو هنا واختار حاجة اسمها لينك من قائمة انسيرت لينك. في الكرنت بيج انا واقف عند ملف اللي هو دمج المراسلات، هختار الصورة اللي عندي، اختار الصورة دي ودوست على اوكي. اول ما بضغط عليها هتفتح معايا الصورة اهي. هاجي هنا تاني لينك، اختار الصورة ودوس اوكي. هاجي اللي تحتيها نفس الحكاية، اختار الصورة ودوس اوكي. اللي تحتيها هادي اللينك، اختار الصورة ودوس اوكي.
اختار الصورة دي وادوس اوكي. هذه اللينك برضه اختار الصورة وادوس اوكي. هاجي هنا اللينك اختار الصورة وادوس اوكي. برضه في كل مرة انا هنزل الصورة اهي. دي كل الصور اللي عندي، دي كل الصور اللي حطيتها. خلاص انا عملت كده، اروح على الوورد الملف اللي انا فاتحه، واروح على حاجه اسمها select recipient، واختار use an existing list، ادور على ملف الاكسل اللي انا عامله. ادوس اوبن. طيب هنا هروح على انسرت ميرج فيلد، هختار النيم. لا انا مش عايز النيم هنا، انا من هنا هختار البوزيشن، تحتيها هختار الديبارتمنت، تحتيها هختار الكود، اختار الكود، وتحتيها اختار الموبايل، تحتيها اختار البلود تايب. تمام. هنا الفوتو طبعا الصورة، لو رحت اخترت فين الفوتو اهي، ودست على بريفيو ريزلت، شايفين مش هتظهر معايا الصورة. الحل ايه ساعتها؟ الحل ايه ساعتها؟ الحل ان انا هو الصوت شغال، الصوت وصل للناس صح كده؟ تمام. اتأكد من علامة المايك اللي عندك تكون شغالة. تمام. انا بعد ما عملت كل ده من دمج المراسلات، هدوس على حاجة اسمها كنترول اف 9، كنترول اف 9، كنترول اف 9. بعد كده هكتب انكلود بكتشر، بكتب اللي انا بكتبه ديه، روح اعمل فصلتين، واكتب داخل فصلتين اروح على الانسيرت ميرج فيلد واختار فوتو. لقيت الصورة اختفت. طالما اختفت يبقى كده انا ماشي صح. طيب لو رحت هنا اخترت فينيش اند ميرج، اخترت حاجة اسمها ايديت انديفيجوال دوكومنت، اختار اول وادوس اوكي. تمام. شايفين اللي بيحصل معايا اهو، ادرج لي على حسب الكمية اللي عندي. هروح على الميلينج، ادي مديني مثلا ميكانيكال انجينير قسم الهندسة، جرافيك قسم الميديا، وهكذا. نسيت اكتب هنا الاسم، نسيت اعمل الاسم.
هخلي النيم من تحت، هنا ال بريفيو، فلازم اعملها الاول في كله. هرجع اعمل كنترول زد، انا هعمل همسح الاول كل ده، تمام. هنا هختار النيم، تمام. اخترت النيم، حاطه على قد ما اقدر. اروح على الفينش اند ميرج الايديت، اختار اول كنترول اي، بعد كده هدوس اف 9، نديك الاسم اهو، اسم كل واحد فيهم، طيب. الأسماء جاهزة عندي اهي في كله، بس ناقص اللي هو الصورة، معلش لحظات بس، لحظات استاذة الناس دقيقة بس. تمام، فدي عملية كده بسيطة لدمج المراسلات، دي عملية بسيطة لدمج المراسلات، دي حاجة من حاجات دمج المراسلات اهي. فأنا كده هلغي دي، كده أنا خلصت دي مش عايزها. هنيجي نعمل دلوقتي فاتورة شراء، فاتورة شراء نعملها ازاي؟ فاتورة الشراء هروح على التيبل، اختار حاجة اسمها درو تيبل، ابتدي ارسم جدول زي ما انا عايز، كده انا رسمت تمام. هنا مثلا اخلي الاسم،
انا كل ده بعمل رسم، برسم جدول. فاتورة بسيطة وسهلة اهي، برسمها. باجي على الإريزر 5D، تمام. بعد كده ابتدي بقى ايه، اكتب بداخلها. اكتبها ازاي؟ عن طريق التكست بوكس. اكتب مثلا تاريخ، بس انا مش هعمل لها اوتلاين، خليها نو اوتلاين اهي زي كده. كبر ده بالنسبة للتاريخ. هي خدها كنترول دي، خليها مثلا هنا، وعدل فيها زي ما انا عايز. اسميه مثلا اسم المورد، كنترول دي، اسم المستلم مثلا، اسم المستلم، تمام. انا بعمل فاتورة بسيطة سهلة كده اهو، اجي هنا مثلا اكتب، او ممكن اعمل تكست بوكس من انسرت طب لو جيت اكتب هنا اسم الصنف، رحت على اللي اوت خليه في المنتصف، كبر تمام. العدد
هنا لو في ملاحظات أجي هنا مثلا كده اظبطها وهكذا لحد الاخر. يعني دي هي فاتورة بسيطة انا عملتها، حط من فوق اللوجو اللي انا عايزه، حط من فوق هنا اللوجو بتاعي اي لوجو، ودي اشكال مختلفة. يعني انا ممكن اعمل خط زي ما انا عايز، ممكن اعمله كده، ممكن اعمله كده، برضو انا بختار الشكل اللي انا عايزه. تمام، دي حاجة بسيطة واعدل فيها زي ما انا عايز عن طريق ان انا برسم جدول، برسمه بالشكل اللي انا شايفه مناسب. تمام، دي حاجة بسيطة كده أنا ممكن أعملها برضو. طيب دلوقتي أنا مثلا فاتح أهو الوورد أورينتيشن، خليتها كده، كبر الحجم شوية، دي 8.5 × 11، خليت 8.5 × 14. لا أنا كبر اكتر كده، انا هخليه بالمنظر ده. تمام، هروح على انا دلوقتي عايز اعمل مطوية، عايز اعمل مطوية. تمام، اخد مثلا شكل زي ده، كنترول سي، واروح على الملف اللي انا فاتحه كنترول في، واظبطه اهو. المطوية هعمله مكونة من صفحتين اهم، لو خليهم 3 صغر دي شوية كده وصغر دي شوية، كنترول دي
دي انا دي المطوية، انا هعمل مطوية مكونة من 3 صفحات. دي شكل المطوية. اروح اي ايا كان، مثلا رحت على الكلام اللي عايز اكتبه، اعمل اول حاجه تكست بوكس اهو، ربع نص، او خليني ان انا اول حاجه اعمل ارسم انا مربع النص. على جوجل كنترول سي كنترول في، بس انا بالنسبة لمربع النص خليه نو اوت لاين، خليها زي كده. اجي مثلا اكمل من الويكيبيديا، ايا كان ايه اللي هكتبه. انا عملت مربع نص كنترول دي، اخليه برضه هنا. طيب ممكن بعد كده اروح للويكيبيديا عادي، مفيش اي مشكلة. اجيب مثلا صورة، اختار صورة زي دي مثلا، اروح على الوورد. يا الله، نكتشر ديسكتوب، اختار مثلا حاجة زي كده اهي، اختار بيهايند تكست، واخليها هنا مثلا. هنا في نص عشان كده مش هتعمل معايا اهو. طب خليها مثلا ثرو، هنا نفس الحكاية. أنا ممكن برضو من insert picture طيب هروح على insert، اعمل text box هنا مربع نص صغير، واكتب مقدمة في التكييف والتبريد. خليها نو اوت لاين، تمام. فدي شكل المطوية اهي، دي شكل المطوية انا ممكن اعملها، ده شكل المطوية اهي. بس طبعا لما اجي اطبعها لازم اطبعها على طبعة تكون مختصة بالمطويات عشان تعمل معايا. وانا عايز افصل المطوية دي عن المطوية دي،
مفصولة مثلا عن طريق اللون الأسود، تمام كده، كنترول دي. ادي شكل المطويات اللي عندي، دي مطوية بسيطة انا ممكن اصممها، تمام. تتقفل وتتفتح، بتلاقي فيه في مثلا ورقة صغيرة او في زي كتيب صغير متكون من 10 صفحات بيتقفلوا وتفتحوا ورا بعض، دي بالنسبة للمطوية. اما بالنسبة للبانر، البانر اللي هو اليوفط بتاعت المحلات والشركات، يعني اهو ده البانر اهي، اليوفط الاعلانية، في حاجة اسمها رول اب زي كده، في يافطة اعلانية زي مثلا اوقاف الشوارع، ده بانر مثلا، يافطة زي كده بتاعت محل أو شركة، ده اسمه بانر، تمام. يافطة زي كده ده اسمه بانر برضو، حاجة زي كده دي اسمها بانر، ده برضو بانر بس عن طريق هو حاجة اسمها الرول أب. دي كلها أشكال بانرات. اليوفط اللي بتكون موجودة على المحلات والشركات ده بانر. اما الفلاير، الفلاير اللي هو حاجة انا بعرضها عن طريق الانترنت، فلاير، ادي اشكال الفلايرات، ادي الاشكال دي، بنلاقي مثلا حاجة مكونة من صفحة واحدة بيكون فيها الوان متعددة، شكل زي كده هو فلاير، بيكون ورقة واحدة بس، شكل زي كده ده اسمه فلاير، ورقة فيها الوان بعرضها عن طريق السوشيال ميديا، عن طريق السوشيال ميديا، ده بالنسبة للفلاير. البروشور هو هو الفلاير، بس الفرق ما بين ان البروشور بيتم طباعته، انا بطبع البروشور اهو، هو هو الفلاير، بس فرق ما بين الاتنين ان ساعات البروشور بيكون عامل زي المطوية، بيكون عامل زي كده اهو، دي شكل المطويات على فكرة، دي شكل المطويات. ساعات البروشور بيكون زي المطوية كده اهو. الحاجات اللي انا بوزعها اوفلاين بوزعها على الناس اسمها بروشور، اما اللي هي الاعلانات اللي بتنزل على الانترنت اسمها فلاير، حاجة زي كده دي فلاير، ده شكل فلاير، ده هي بروشور وفي نفس الوقت مطوية، تمام. ده هي بروشور او فلاير لو هنزله عن طريق الانترنت. البروشور طبعا انا في البروشور بهتم اكتر بالكلام، يعني بكتب كلام كتير في البروشور، اما الفلاير بيكون بس يعني ايه، حاجة يعتبر ايه، حاجة مختصرة شوية، وبيكون الاشكال فيه اكتر من الكلام. ده شكل بروشور اهو، ده برضو بروشور، ده مطوية وممكن يمشي بروشور، ده مثلا فلاير، ده شكل فلاير اهو. طيب تاني، انا ازاي قسمت ال، انا ما قسمتهاش، كل الفكرة انا رحت على الملف الورد اللي معايا الاطارات فيه، واخترت اطار انا عايزه، رحت نسخت الاطار 3 مرات، خليته مرة هنا ومرة هنا ومرة هنا، نسخت 3 جنب بعض، وجيت داخل كل اطار فيهم عشان اكتب، ادرجت حاجه اسمها تكست بوكس، مربع نص، من انسرت شيب واختار حاجه اسمها درو تكست بوكس، وارسم تكست بوكس مربع نص واكتب بداخله اللي انا عايزه. كل الفكره ان انا نسخت الشكل ده 3 نسخ، خليتهم 3 نسخ جنب بعض،
بس الاول طبعا بشوف الحجم، يعني بحاول اعمل حجم مناسب. انا اخترت هنا A3، اخترت A3 تمام. في اي حد عنده سؤال في برنامج الوورد؟ احنا خدنا فيهم 12 محاضره. ال 12 محاضره كان كل محاضره ساعتين 24 ساعه، وخدنا كل الافكار اللي ممكن ناخدها في الوورد. ان احنا ان شاء الله بدايه من المحاضره القادمه هندخل في برنامج جديد، بس قبل ما اشرح اي حاجه في البرنامج الجديد هنراجع على القديم. هراجع على مثلا اخد نص ساعه اراجع على الوورد، او نعمل مثلا اشكال او تنسيقات زي دي، نعمل فلاير مع بعض، نعمل دمج مراسلات مع بعض، وبعد كده بدخل على شرح الجديد تمام. فالنهارده نهايه الوورد. اتمنى ان الجميع يكون استفاد باللي خدناه في ال 12 محاضره. 12 محاضره مش شرط على فكره، البروشور على فكره هو فعلا يعني البروشور ممكن يكون فيه صفحتين والفلاير صفحه واحده، بس في ناس بتعمل لي بروشور مكون من صفحه واحده بس، عادي مفيش مشكله. هو الفلاير بيهتم اكتر بالتنسيقات وبالاشكال اكتر من الكلام، اما البروشور بيكون الكلام اكتر من الاشكال والتنسيقات والحاجات دي، بس مفيش مشكله عادي يعني ممكن يكون من صفحتين. وزي ما قلنا، زي ما شفنا شكل المطويه، يعني ممكن اعمل مطويه ازاي الشكل بتاعها. تمام. فهو كده بالنسبة لبرنامج الوورد. تمام جدا. مش فاهم حضرتك يا باشمهندس ناظم، معلش توضيح اكتر. باشمهندس احمد ابو العين، اتفضل يا باشمهندس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بكل الحب والفخر نشكر سعادة المهندس محمد رمضان على ما قدمه من هذه السيمفونية الرائعة من شرح برنامج الوين وورد. شكرا هندسة، شكرا يا باشمهندس جدا، شكرا. فبيبقى عنده فكرة عن، لكن اللي أضافه المهندس محمد رمضان لنا هو الكتير جدا بصراحة، لأن الطلاسم والديتيلز والتفاصيل الصغيرة اللي جوه البرنامج اللي الواحد ابتدى يعرفها ويبقى متمكن منها شيء عظيم جدا يحسب له. ونسأل الله العظيم أن يجعله في ميزان حسناته. وفي هذه اللحظة برضو أحب أشكر مجموعة بيم أريبيا متمثلة في شخص سعادة المهندس عمر سليم وجميع القائمين على هذا العمل لما أضافوه لنا من متعة تلقي هذا العلم النافع. فجزاكم الله عنا خير الجزاء، وبارك الله في المهندس محمد رمضان، وإن شاء الله نستفاد من حضرتك أكثر وأكثر وأكثر فيما ما تبقى من العمر. وجزاكم الله عنا خيرا، ونسال الله العظيم لكم مزيد من التوفيق ولجميع الحضور الاستفاده والعلم النافع. وصلى الله وبارك على سيدنا محمد. تفضل يا فندم. اشكرك يا هندسه جدا على الكلام الرائع ده. انا عملت واجبي يعني، لو كنت قصرت في يوم من الايام في برنامج في شرح البرنامج نفسه كبرنامج مايكروسوفت وورد، فاتمنى ان الجميع يعذرني.
فعلى قد ما اقدر ان شاء الله. يعني احنا برضو مش هنقفل البرنامج على كده، يعني لما نيجي نشرح برنامج جديد زي مثلا الاكسل او الباور، قبل ما نبدا في شرح الجديد هنعيد شويه على القديم، وفي نفس الوقت ممكن برضو ناخد تصميمات مختلفه عن الجزء القديم، تمام؟ عشان الناس برضو ما تنساش. فاشكرك جدا يا باشمهندس على كلامك الرائع ده، واتمنى ان احنا نكون قدرنا نفيد الناس في برنامج الوورد. هو برنامج على فكرة سهل، الفكرة نفسها أنا طالما فهمت مايكروسوفت وورد أنا هفهم الباقي، يعني الباور بوينت والإكسل أنا عايز أقول لكم أسهل منهم ما فيش. طالما فهمت برنامج الوورد والقوائم اللي فيه، لو جينا حتى بصينا على برنامج الباور بوينت، يعني الناس كده نبص على الباور هتلاقي القوائم كلها شبه بعض، يعني قائمة فايل مثلا نفس الأوامر، قائمة هوم نفس الأوامر برضو، insert هتلاقي برضو نفس الأوامر زيادة حاجات بسيطة، الديزاين هيبقى حاجات بسيطة برضو، والفورمات background والreview والview واحد، الزيادات بس الترانزيشن والانيميشن والسلايد برضو. لو جينا بصينا على الاكسل برضو، يعني الفايل نفس الأوامر، الهوم فيه بس زيادات بسيطة هناخدها مع بعض، الانسرت نفس الكلام، البيج لي اوت يعتبر كلها واحد مع اختلاف بسيط، الفورمولا اللي هو المعادلات، دي المعادلات اللي عندي، دي كل المعادلات ان شاء الله اللي هندرسها مع بعض، يعني احنا هندرس المعادلات دي كلها، يعني كاكسل ممكن نوصل في حدود 100 معادله ناخدهم مع بعض، نشرح في حدود 100 معادله مع بعض ان شاء الله في الاكسل، ممكن نزود اكتر من 100 يعني، بحيث ان انا يعني الم لكم البرنامج حوالي 95% من البرنامج، تمام؟ وهنعرف ازاي نربط الاكسل بالوورد بكل سهوله. فان شاء الله باذن الله هينزل للناس. اشكركم جميعا، اشكركم. بالظبط هندسه، معنا دلوقتي باشمهندس ناظم، انا هنا كاتب اهو، يعتبر ادي الصفحه الاولى وادي الصفحه الثانيه وادي الثالثه، تمام. ممكن في بالنسبه للفلاير لو انا هطويه مثلا، بس انا الفكره نفسها في الفلاير، لو هعمل فلاير مطوي يبقى انا هعمل له وش وظهر عادي، لكن لو هعمل فلاير مش مطوي عادي زي ما قلنا الفلاير بيهتم اكتر بالكلام اكتر من الاشكال والتصميمات، ما فيش مشكلة ان اعمل وشي بس، لكن لو هطوي فعلا زي ما بتقول يا باشمهندس انا لازم اكون كاتب وش وظهر فيه علشان يعمل معايا طوي، مش شرط كتابة، ممكن احط صورة، احط مثلا شكل معين وهكذا. هناخد كل ده ان شاء الله، رسوم بيانية هناخدها ان شاء الله في الاكسل، هناخدها في الاكسل. هو ان شاء الله باذن الله هتواصل مع باشمهندس عمر وباشمهندس احمد حسام، احتمال نبدا ان شاء الله بعد الورد على طول الاكسل او الباوربوينت، ففي يعني اختيار ما بين الاثنين، يا الباوربوينت يا الاكسل، يا الباوربوينت يا الاكسل. تمام، فهنشوف الانسب ان شاء الله وهنبدا فيه ان شاء الله بدايه من المحاضره القادمه، تمام. وان شاء الله باذن الله يعني ممكن اخلي الباشمهندس ينزل لكم زي اقتراحات والناس تختار لو عايزين نبدا الاكسل او الباور، تمام. انا عايز اقول لكم ان الباور بوينت افكاره كتيره زي كده برضو، الباور بوينت افكاره كتيره، فانا بفضل ابدا بجزء مثلا معادلات والحاجات دي، بعد كده نرجع تاني للافكار اللي احنا كنا بناخدها مع شرح برنامج الباور بوينت، فبرضه هنشوف الموضوع ده ان شاء الله، وباذن الله يوم الثلاث هتكون بدايه اول محاضره في البرنامج اللي بعد كده. تمام، نيجي نبص دلوقتي كده نبذه مختصره عن الباوربوينت كده سريعا، تمام. انا عندي في الباور بوينت هنا هتعلم كذا حاجه، هقول لكم ايه اللي هنتعلمه بالظبط مع بعض ان شاء الله.
دي حاجات من الحاجات اللي انا ممكن اعملها على الباوربوينت، حاجة زي كده اسمها عد تنازلي، نتعلم ازاي نعملها على الباوربوينت. تمام، اخترت حاجة اسمها بريفيو، هنعمل مع بعض العد التنازلي ده ونتعلم ازاي، هنعرف ازاي عملناه. تمام، دي حاجة. الحاجة التانية ممكن برضو هنعمل شكل زي كده، انفوجرافيك، شكل انفوجرافيك. تمام، طيب ممكن برضو هنعمل مع بعض مشروع زي ده، مشروع سهل وبسيط. بصوا كده، لما اجي اعمل بريفيو، ده اللي هو ممكن اعمل حاجة موشن جرافيك بسيطة، ممكن اعملها برضو هعملها بالباوربوينت، هنتعلم مع بعض طريقتها وازاي نعمل ده. شكل الكتاب برضو على الباوربوينت، نتعلم ازاي نعمله. ازاي اقلب الكتاب، تقليب الكتاب ده اهو، هنتعلم برضو ازاي نعمله على الباوربوينت. ده برضو ممكن شكل بسيط كده تاني اهو. ده كله هنتعلم ازاي نعمله برضو على الباور اهو. تمام، لو جينا بصينا برضو على حاجة تانية زي كده اهي، ده هي كرتون، شكل كرتون، هنتعلم ازاي نعمل شكل الكرتون ده على الباوربوينت اهو، كرتون. تمام، هنا برضو هتعلم ازاي نعمل الشكل ده على الباور اهو، شكل زي ده يعمله ازاي برضو على الباور بوينت. تمام، برضو طريقة الكتابة، لما باجي اكتب حاجة زي كده على الباور بوينت، هنتعلم ازاي نكتبها برضو بكل بساطة. طيب لو جينا بصينا مثلا على مشروع زي ده، هذا مشروع بسيط وسهل. هنا الطباشير، ازاي هنتعلم كتابة الطباشير اهو. تمام، شكل زي ده ممكن نعمله ازاي اهو، ده مشروع باوربوينت بسيط. حاجة بسيطة وسهلة اهي. لو جينا مثلا سلايد شو، اخترت فريم كرنت، لو جيت دوست عليه على دي، ايه اللي ظهر معايا؟ عايز اطلع المشابهة ليها، بدور عليها. تمام اهو، يعني ايه خاصة بال حاجات المشابهة لبعض اهو. هذا الاتنين دول مشابهين لبعض اهو، واقعد ادور زي ما انا عايز. هنتعلم برضو ازاي نعمله على الباور بوينت، وازاي انزل انواع خطوط الطباشير دي، انزلها ازاي كلها على الباور. تمام، الاكسل مثلا هناخد مع بعض اهم 15 معادلة عندي، اللي هم الاف والماكس والمين والسم اف والكاونت والكاونت ايه،
الكاونت والكاونت ايه والكاونت بلانك والكاونت اف. وبرضو السم والافريج والماكس والمين واف العادية واف المركبة وسم اف واللارج والسمول برضو. وده اللي اسمها الفي لوك اب. دول اول 15 معادلة هناخدهم مع بعض. بعد كده هنكمل المعادلة التانية في حدود 15 معادلة هناخدهم مع بعض. ايه هما ال 15 معادلة اللي احنا ممكن ناخدهم او ممكن اكتر؟ المعادلات زي ما قلنا حوالي 100 معادلة. ممكن ناخد معادلة اسمها الاند، معادلة الاور، معادلة اللوك اب، الافريج اف، الفي لوك اب، الماتش والتكست والاوفسيت ومعادلات الايرور كلها هناخدها. في حاجة اسمها الدي مين والدي ماكس والدي كاونت والدي افريج والدي سم، الدي كاونت ايه والديت والتايم والتوداي والير والاور والمينت والسكند، الراوند والراوند اب والراوند داون، الفلور والسيلينج. دي كلها معادلات انا ممكن اخدها في الاكسل. ان شاء الله باذن الله انا اعدي عليهم كلهم، يعني بحيث ان انا هو انا بعت باشمهندس المحاضره اللي فاتت، بس هبعتها لكم تاني. حاضر، هبعتها لكم تاني. فدي الحاجات اللي احنا هناخدها في الباور وفي الاكسل. الاكسس ان شاء الله هنتعلم ازاي نعمل قاعده بيانات. هنعمل قاعده بيانات مع بعض في الاكسس، قاعده بيانات كامله، وازاي اربطها اربط قواعد البيانات ببعض. دلوقتي ادي برنامج الاكسل مثلا، نفس القوائم شريط العنوان من فوق، الكويك اكسس بار الوصول السريع، شريط القوائم والتبويبات، شريط الادوات او الريبون. الزياده هنا ده اسمه شريط الصيغه اللي هو في اف اكس، ده شريط الصيغة. شريط الصيغة هنا بيديني اسم الخلية انا واقف عليها. انا واقف على الخلية دي فاسمها ايه؟ لو جينا فتحنا ملف اكسل اهو تاني فاضي، انا واقف على الخلية دي فهي جي 6، الخلية دي كيو، بياخد اللي هو الصف والعمود والصف بتاع العمود كيو والصف 13 وهكذا. هنا بديني اسم الخلية دي كلها، كله ده اسم خلايا. من تحت هنا مديني اسم الشيت. هنا البلس دي انا لو عايز اضيف شيت جديد اهو، شيت 2. طيب لو عايز اغير اسمه اضغط ضغطتين عليه كليك شمال، او ممكن كليك يمين عليه واختار حاجه اسمها رينيم. طيب عايز لو دوست انسرت، دوست اوكي، واضر لي شيت تاني اهو، اضر لي شيت تاني. طيب ديليت يبقى عايز احذفه، ادي ديليت انا حذفته. طيب لو عايز اعمل له باسورد، يعني مثلا كاتب بيانات هنا اهو، بيانات وانا مش عايز حد يعدل على الشيت ده، اختار بروتكت دوكومنت واكتب الباسورد، ااكد الباسورد بتاعي. فلما بدوس على اي خليه عشان وابتدي اعدل هتظهر معايا رساله زي كده بيقول لي الرساله ان انت مش هتقدر تعدل عشان في حمايه للشيت. تمام، ادوس على حاجه اسمها ان بروتكت شيت واكتب الباسورد بتاعي ودوس اوكي. كده انا شلت ورحت عدلت، هيعدل زي ما انا عايز. طيب كليك يمين عليه واخترت تاب كلر، يديني لون الخليه، اللون نفسه بتاع الشيت اهو ده اللون. لو دوست على سيلكت اول شيت فبيعمل لي تحديد لكل الشيتات اللي عندي اهي، ان جروب شيت. طيب لو عايز اخفيه من هايد، لو عايز احركه امسكه واسحبه كده اللي بعد الشيت التاني، يا اما كليك يمين عليه واختار حاجه اسمها موف اور كابي، اقول له انا عايز اخليه بعد الشيت رقم كام، شيت رقم واحد اللي انا واقف عليه عايز اخليه قبل الشيت رقم 2، دوست اوكي فخلوه لي قبل الشيت رقم 2.
تمام. ايه تاني احنا قلنا؟ هنتعلم الطباعة، يعني الطباعة في الاكسل لما باجي اطبع ما بتكونش كاملة معايا، نتعلم ازاي نعمل الطباعة. هي القائمة اللي انا هستعملها في الطباعة اللي هي البيج لي اوت، هنتعلم ازاي نعمل طباعة وطرق الطباعة ازاي هنعملها. تمام. قائمة هوم هي هي، بس فيها الجزء الاخير ده خاص بالمعادلات من اول النمبر. الانسرت بس الزيادة عندي حاجة اسمها البايفت تيبل، هنتعلم ازاي نعمله، والبايفوت شارت برضو، هادي كلها برضو ان شاء الله هناخدها، والبيج لي اوت زي ما قلنا خاصة بالطباعة، والفورمولا والداتا دي كلها خاصة بالمعادلات والربط. تمام. في حاجة اسمها الداتا فاليديشن، دي لو عايز اعمل قائمة مسدلة عن طريق دالة اسمها الفي لوك اب. الريفيو والفيو نفس القائمة اللي خدناهم في الاكسل في الوورد، وهتلاقيهم برضو نفس الكلام في الباوربوينت. دي سريعا كده الاكسل. لو جينا بصينا برضو سريعا على البار، تمام، برضو شريط العنوان هنا، القوائم دي القوائم دي هنا، شريط الوصول السريع ده الريبون، وهنا شريط الحالة. انا في الباور ما اقدرش اكتب غير في البوكس اللي عندي، البوكس اللي ظهر عندي. عشان اكتب بره بعمل حاجه اسمها تكست بوكس، اعمل تكست بوكس واكتب بدخل. يبقى انا ما ينفعش اكتب غير في تكست بوكس. عايز اضيف صفحه تانية من نيو سلايد وبختار الصفحه اللي انا عايز اضيفها. طب لو عايز اغير الستايل نفسه بتاع الصفحه من لي اوت واغير الستايل بتاع الصفحه، هنا كلها واحد. الانسيرت نفس الكلام لو عايز ادرج، بس الزياده ان انا ادرج ازاي صوت وادرج فيديو وازاي اعمل سكرين ريكورد للشاشه اللي عندي. ديزاين التصميمات بتاعه الصفحه اهي، دي كلها تصميمات. الترانزيشن دي الحركات بتاعه كل صفحه، يعني انا عملت ده ترانزيشن، حركه الدخول اهي هنا حركه الدخول. طيب اما الانيميشن اللي هي المؤثرات والحركات اللي داخل اي حاجه داخل السلايد بعمل لها حاجه اسمها انيميشن. كتبت اي حاجة ايا كانت ايه، واروح من هنا اختار حركة الدخول بتاعته، وهكذا سلايد شو والريفيو والفيو واحد. دي كده سريعا على السيل والباور اللي احنا هناخدهم المحاضرات الجاية. لو جينا بصينا برضو سريعا على الاكسس، الاكسس ده برضو قواعد بيانات، بس مش بكتب فيه معادلات، بكتب فيه شروط. دوس كرييت، ابتدي اكتب قاعده البيانات اللي انا عندي، بس الاول اخليها في وضع مثلا الديزاين فيو، ادوس اوكي واروح اكتب هنا بيديني التايب داتا، انواع البيانات. يعني انا في الحقل ده اقدر نوع بيانات مثلا كمثال بكتبه مثلا ديت اند تايم، تاريخ ووقت، وهكذا. نتعلم ازاي نعمل الكلام ده كله ان شاء الله من المحاضرات الجايه. ده كده سريعا الباور والاكسل. باشمهندس احنا زي ما اتعمقنا في الوورد هنتعمق برضو في الاكسل، وهنتعمق برضو في الباوربوينت، وهنتعمق ان شاء الله كمان في الاكسس وباقي البرامج. تمام. هي الدبلومه كلها علشان تحترف، عشان تحترف البرامج دي. يبقى عندك حوالي 13 برنامج، بجانب ان شاء الله في حاجه في الاخر ممكن ناخدها، برنامج اسمه الباور بي، يعني خاص بتحليل البيانات. الناس لو تسمع عنه برنامج اسمه الباور بي، هو مش هياخد معانا محاضرتين ثلاثه يعني من بعد الاكسس. عايز اقول لكم ان شغلنا كله هيكون على الوورد والباور والاكسل والاكسس. باقي البرامج سهله وبسيطه ومش هتاخد معانا مثلا محاضرتين او ثلاثه بالكتير. حوالي 14 برنامج ان شاء الله هندرسهم مع بعض بكل ما فيهم، بكل ما فيهم ان شاء الله. تمام. هنتعلم برنامج الباور بي ونتعلم ازاي نستعمله ان شاء الله بعد ما نخلص ال 13 برنامج بتوع الدبلومه. هتبقى حاجه كده كويسه للناس اللي هتكمل معانا الاخر ان شاء الله، بجانب ان شاء الله ممكن برضو في برامج ثاني داخل مايكروسوفت وورد تتشرح بعد الباور بي. 14 برنامج ان شاء الله هنحترفهم كلهم باذن الله مع بعض.
عشان الناس تخرج وهي مستفادة من دبلومة المايكروسوفت أوفيس بالكامل. بالتوفيق لكم جميعا. لحاجة أي حاجة أنا موجود معاه إن شاء الله. يا باشمهندس، هو الباور بي فعلا من البرامج المهمة، فلابد إن هو يتم شرحه داخل الدبلومة. إحنا كنا محددين 13 برنامج، في برنامج الباور بي هيقبل 14، وهنشرحه برضو بالتفصيل زي ما شرحنا باقي البرامج. تمام.